لم يدخر الناخب الفرنسي خلال تحضيراته الأخيرة للدخول للمباراة الأولى من كأس أمم إفريقيا للمحليين أي جهد، فالمنتخب أجرى العديد من اللقاءات الودية وهو في طريقه إلى ملعب بيتر موكوبا ستاديوم بمدينة بولكوان الجنوب إفريقية، لكن المنافسة لم يكن بالسهل، فهو المنتخب الكونغولي صاحب لقب البطولة للعام 2009 والتاريخ الكروي المتميز والأداء الذائع في الماما أفريقيا. ومع بداية صافرة حكم المباراة الجزائري محمد بنوزة ووسط غياب وسط الميدان ممثلين في كل من محمد تقي الله الدنا ويعقوب دين، ظهر المنتخب الوطني المرابطون بأداء مشرف نال التجاوب العاطفي من الجمهور الرياضي الموريتاني والأجنبي، إلا أن نرفزة اللاعبين بسبب الصيحات المتوالية من صافرة الحكم أمور عاقت الطريق صوب المرمى الكونغولي الذي تمكن أصحابه بفضل الخبرة الدولية والتحكيم المنحاز كما يطرق عليه البعض من الحصول على ضربة جزاء كانت كافية لزيارة مرمى الحارس الوطني سليمان جلو، وتنتهي المباراة بخسارة المرابطين هدف من دون مقابل، خسارة لكنها كانت مشرفة أمام عملاق كونغولي وأرجعها اللاعبون إلى عدة أسباب. الأربيت فرفع عدد الأخطاء وضربة جزاء ما خارجة ويعطى ياسم لي كارتون ما خارجين مولي عادي ماتش بالون هذا كيفته ان شاء الله مزانه دو ماتش بور سكاليفيو ندور ان شاء الله نعدلو فيهم ذاك. وكان الحكم كان بالنسبه لي ما نبغي نتكلم عنه غير واحد اللي يعني كان دون المستوى، صفر شي ضدنا وصفر شي مولي علينا وهذا طبيعي، غير انا حاسس انه ما كان كفو المباراه، يبقى حكم كبير يا غير ما توفقته ذاك النهار، وهي صفه الكره ومتاسفين للجمهور. كنا من البدايه ما كنا شاكين عنه قد نعدله، هذا غير فينيغر سير المباراه حسينا عنه كنا قد نعدله اكثر، غير قدر الله ما شاء فعل. ولعل الحظ ابتسم قليلا للمرابطون بعد خروج المنافسين القادمين البوروندي والجابوني بنتيجه سلبيه من دون اهداف، الامر الذي جعل المدرب الوطني باتريس نافا ينظر بكثير من التفاؤل للجولات القادمه. طبعا بوصف مدربا اشخص الاوضاع دائما، لكن لا يجب أن نتسرع. صحيح أن بوروندي والغابون خاضا أول لقاء لهما في هذه البطولة الإفريقية، الآن أنا متفائل في البحث عن نتيجة إيجابية أمام بوروندي وبعد ذلك الغابون. وعلى العموم تواصل العناصر الوطنية تحضيراتها بخطى ثابتة، تعيد الجماهير الرياضية بأن المستقبل من البطولة يحمل العديد من المفاجآت السارة. خسر المنتخب الوطني المرابطون أمام الكونغو بسبب عقدة المشاركة الأولى أم بسبب التحكيم لا يهم، المهم أن هذه الخسارة ليست نهاية المطاف وأن المباراة القادمة ستكون الفيصل بين حجز تأشيرة المرور إلى الدور الثاني من كأس أمم إفريقيا إلى المحليين أو العودة إلى مطار نواكشوط. محمد الحيل، تلفزة الموريتانية، بولكوانا الشرقي، جوهانسبرغ، العاصمة الجنوب إفريقية.